بسم الله، ازاي تربح من خلال الانترنت وازاي تحقق دخل؟ والموضوع ده حقيقي وناس كتير حققت فلوس كويسه جدا ومش مطلوب منك ان تدفع اي حاجه خالص. هي الفكره كلها في مواقع بتبقى وسيط بينك وبين الراجل اللي عايز يعمل شغلانه. ممكن يكون واحد عايش في اوروبا وعنده شركه وكل حاجه ومطلوب منه شغلانه معينه، فهو مش عايز يعلن حد فول تايم، وزاد ان الاسعار او المرتبات هناك غاليه، فبيدور على حد يعمل له الشغلانه ديت. طبعا اهم حاجه بالنسبه له ان الشخص ده يكون ثقه ويكون ملتزم بالمواعيد. فالموقع دي بيديك ان انت تقيم كل شخص اتعاملت معاه، تقول الشخص ده ملتزم بالمواعيد، الشخص ده عمل شغل كويس، الشخص ده اتعامل ماديا معاه كويس. فمن ضمن المواقع مثلا ابورك، تمام، ده موقع فريلانسر واسطه بينك وبين صاحب الشغل. صاحب الشغل بيدور على حد يكون سعره رخيص، فانت مثلا هناك لو عمل الشغلانه مثلا ساعه في اوروبا مثلا ممكن توصل 100 دولار، هنا ممكن الساعة توصل مثلا 10 دولار، تبقى فرق كبير جدا جدا، وربح للراجل بتاع الشغل وربح للناس اللي شغالة في الدول العربية. فانت كل اللي عليك ان انت بتفتح الاب وورك وتعمل ساين اب وتحط الحاجات اللي انت ماهر فيها. هتلاقي ناس كتيرة طالبة منك ريفيت، طالبة منك تشتغل على تكلا، طالبة منك تعمل شغل مثلا بالماكس، طالبة منك ان انت تلخص حاجات. يعني ايا كانت المهاره بتاعتك هتلاقي ناس كتيره عايزه المهاره دي. يعني لو تيجي تدخل على موقع اب وورك هتلاقي ناس كتيره طالبه حاجات كتيره جدا. ممكن تطالب ان انت تسجل حاجه بصوتك، ممكن تكون طالب بحاجه تشرح حاجه. فايا كان تخصصك هتدور هتلاقي ناس مثلا بتدور، واغلب الحاجات بتبقى في المبرمجين، تمام، الديزاين، الحاجات دي مهمه جدا. واحد عايز حد يسوق له المنتج بتاعه، محتاج ان هو يعمل موبايل، محتاج ان هو يكتب حاجه، ممكن يبعت لك مثلا كتاب صور ويقول لك اكتبه لي على الكمبيوتر، ممكن يطلب حد يترجم له، تمام. فايا كان اهتمامك وايا كان مهاراتك هتلاقي ناس كتيره طالبه الحاجه ديت فبتتواصل معاها، وفي ناس بتحقق دخل كبير جدا بالدولارات من خلال الموقع دوت. الموضوع مش وهمي، بس ما تستعجلش. يعني في الاول بيبقى تقييمك صفر، تمام، لان انت ما عملتش شغل قبل كده ومحدش اشتغل معاك ومحدش قال ان انت كويس ولا وحش. فانت في الاول بتعرض مبلغ قليل لمجرد ان انت تاخد شغلانه والناس تبدا تقيمك وتلتزم بالمواعيد، وحاول ان انت تبقى درجاتك كلها 5 من 5، يعني ملتزم بالمواعيد وساعات شغل كويس. اول ما يبقى تقييمك كويس هتلاقي الناس بدات تبعت لك شغل وبدات العجله تمشي. والموقع سهل وبسيط، كل اللي انت بتعمله ان انت بتبدا تسجل الاسم بتاعك والايميل وتقعد تكتب المهارات بتاعتك، ولو ليك شغل تبدا ترفعه على الموقع بحيث ان اللي يجي يستاجرك او عايز منك شغلانه يشوف الشغل بتاعك قبل ما يتفق معاك. اتمنى اجرب الموقع دوت وان شاء الله يعني يبقى سبب في فتح بيوت باذن الله.